السلام عليكم، نبدأ بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. اخواتي حبايبي، اليوم موضوعنا هو مثل ما انا عودتكم، اي حدا عنده اي فكرة او اي حدا عنده اي سؤال اخواتي حطوا لي اياه بالتعليقات، ولا حدا يستحي ولا حدا يخجل من اي سؤال، حطوا لي اياه بالتعليقات وان شاء الله انا بجاوبكم عليه. طبعا اخواتي، اليوم موضوعنا اللي هو، طبعا قبل ما ادخل موضوعنا بتمنى ان الكل حبايب قلبي دخيل ربكم جميعا، اذا شفتوني بيستاهل اخواتي حطوا لي لايك وفعلوا زر الجرس واعملوا اشتراك للقناة. طبعا اخواتي، اليوم موضوعنا هو رح اعطيكم ان شاء الله بطريقة مبسطة، طريقة ان شاء الله شرح مبسط وطريقة حلوة. انا حاكي فيديوهات سابقة عن موضوع غيار الريش او موضوع القليش او كيف انا بدي اعرف طيوري فايتة بالقليش، ف انطلب مني بالتعليقات كيف انا بدي اعرف طيوري فاتوا بالقليش. هلا في حدا من الشباب عم يقول لي والله انا الطير عندي عم يغرد، تمام، واخذته حطيته مع الانتاي، تمام اخواتي، والانتاي جاهزه ولافه العش وباضت، بس طلع البيض غير مخصب، تمام. هلا طبعا البيض غير مخصب، انا عامل كذا فيديو عن هذا الموضوع، في كثير منه اسباب، بس انا اللي خلاني يشك بالموضوع انه الفحل فات بالقليش لانه بهذا الوقت بعض الطيور بتفوت بالقليش، طبعا بفوتوا بالقليش قبل وقته. فسألت قلت له انت لما قبل ما تدخل الذكر على الانتاي لما كان بالقفص لحاله كان في ريش ناعم؟ قال لي اي. قلت له الطير فايت بالقليش، واذا الطير فايت بالقليش حتى لو عم يحكي اول حكياته هو بفكره انه الطير صار جاهز، بيكون عم يحكي هو لسه اول حكياته، فبحطه مع الانتاي بهديك المرحله الانتاي حتبيض البيض لحالها من دون تخصيب. طبعا اخواتي هدول الاربع اقفاص انا داكشتهم على جوز وعلى انتاي، كانوا عند اخونا ابو احمد، الله يبارك فيكم ويبارك فيه ويبارك بجميع امة محمد يا رب. فالطيور عنده دخلت بالقليش قبل اوانه، فاللي متابعني بيعرف انه هدول الطيور ما كانت عندي من قبل. فهلا رح فرجيكم انا بالصوت والصوره ورح فرجيكم قدام عينكم كيف تعرف انت الطير عندك فايت بالقليش اذا كان انتاي او اذا كان فحل، وشو عليك انت تساوي لحتى تطلع طيورك انت باسرع وقت ممكن من القليش ان شاء الله. هلا مثل ما كنتم ملاحظين انتم قدام عينكم في عندي بالقفص الكبير الاخضر، يعني انتاي ولا فحل، المهم عم يجي على 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 المشربيه بده يتحمم، تمام اخواتي. بس تشوف هذا المنظر اخي الكريم، انت عليك تقدم له الحمام للطير. طبعا اخواتي مثل ما يكون انتم ملاحظين قدامكم كيف الريش عم يتطاير سبحان الله. طبعا هلا ما حدا يقول لي والله القفص وسخ وشحار وتعتير مثل كالعاده، حتى فرجيكم ما نظفته حتى تشوفوا الريش بارضيه القفص، ولا انا مالي قصير حربي نظف القفص وفرجيكم بعدين كيف الريش بالارض، لانه اخواتي اذا انا نظفت القفص ما راح يبين الريش، انا عم فرجيكم مشان تشوفوا انتم بعينكم. طبعا شايفين اخواتي الريش الكبير او الريش الخشن بأرضية القفص، طبعا هون انشارة، لحتى هلا ممكن كتير شباب تسأل انه شو هذا وسخ، لا اخي هاد انشارة وفيه بعض الوسخ، انا ما نظفت القفص لحتى افرجيكم مشان يضل الريش بأرضية القفص وتشوفوا انتو بعينكم، تمام، الريش في الارض. هي اول، طبعا اخواتي مثل ما انتم لاحظتوا اول ملاحظة اللي هي انت هتلاقي ريش ناعم او ريش خشن بارضية القفص، تمام اخواتي. الشيء الثاني اللي رح فرجيكم اياه هلا انتم قدام عينكم هو مثل ما انكم ملاحظين هذا الطير او هاي الانتاي وهذا الذكر، انا بيهمني مهم اذا كان انتاي ولا كان فحل، لاحظوا وطلعوا انتم على البطن. إذا لاحظتوا اخواتي الشوك اللي ببطن الانتاي بارز ومبين واضح مثل عين الشمس، طبعا هذا دليل كافي على انه الطير عندك تعرفه انت اذا كان فايت بالقليش ولا لا. طلعوا كمان حتى على الريش اللي بالراس عم يطلع سبحان الله مثل الشوك، عندكم الذنب هون بيجي سبحان الله مبين انه مو كامل، انتم ملاحظين شايفين قدام عينكم شيء طويل وشيء قصير، الذنب مانو كامل مانو واضح، يعني حتى مثل ما كنتم ملاحظين اخواتي بالنسبه للون عم يغير ريشه، مبين فيه لونين بالريش، ان شاء الله يكون عندكم الفيديو واضح.
طبعا اخواتي مثل ما كنتوا انتم ملاحظين قدامكم هذا مشان ما انفخ عليهم، بين الريش مثل الشوك. شايفين اخواتي الريش هون على البطن مثل الشوك. هذا ذكر عندي عم يغرد، تمام اخواتي عم يغرد، هلا عم يصفر، بس هاد ما انه جاهز للتزاوج بهذا الوقت. طبعا هلا في كثير مثلا ممكن يسال انه مثلا اذا انا لقيت طيور عندي فايته بالقريش، اذا كان انتي ولا كان ذكر، بشكل عام شو لازم انا ساوي، او شو لازم انا مثلا اقدم للطير لحتى يطلع من القليش بوقت سريع، يعني لحتى يخلص من هذا الموضوع، لحتى انا مثلا استفاد منه، لحتى مثلا جهزه فوته بالراحة بعد مثلا التجهيز، لحتى انه يصل لمرحلة التزاوج. اخي الكريم، اول شيء واهم شيء للطير القليش بغض النظر اذا كان انتي ولا كان ذكر، هي اهم شيء الحمام. تقدم له حوض السباحة مع خل التفاح الطبيعي، وإذا ما عنده خل التفاح الطبيعي حلبة مطحونة كمان بتشتغل. طبعا أخواتي كمان نصيحة ملاحظة، لما أنت تشوف عندك الطير فايت بالقليش، نصيحة أخي الكريم، إذا كان مثلا ذكر عندك انتاي جاهزة ما تدخله عليها، وإذا أنت عندك انتاي فايت بالقليش وعندك ذكر جاهز ما تدخله عليها لأسباب كتير عديدة. إذا أنا عندي مثلا ذكر جاهز وعندي انتاي فاتة بالقليش، بيجي بيمسك الذكر بحطه مع الانتاي، والذكر بيكون هايج وجاهز بفوت على الانتاي، ممكن يؤدي لقتل الانتاي، ممكن يقتل الانتاي. إذا ذكر جاهز وذكر شرس وذكر قوي ممكن يقتل الانتاي. ليش؟ لأنه لما يكون فايت بالقليش الطير، أنا حكيت في فيديوهات سابقة ما بدي أنا أرجع عيد مرة تانية، بيكون عنده الطاقة صفر، بيكون الطاقة صفر عنده، يعني ما عنده قوة حتى يحسن يقاوم، ما عنده قوة حتى يحسن يطير. هو مثلا بمرحلة الجهوزية الطير لح يكون منهك، الطير تعبان، الطير لح يكون بحالة مزرية. فأخي الكريم، إذا أنت بدك تكون عندك أنت إن شاء الله طيور بصحة جيدة وصحة سليمة، عليك أهم شيء بهذا الوقت اللي هو موسم طرح الريش او بموسم القليش انت تريح طيورك. طبعا احنا هذا الموسم اللي نحن فيه هو موسم التزاوج، وانا ان شاء الله بفيديو قادم لها احكي لكم عن موسم التزاوج، هل انتهى موسم التزاوج او امتى ببلش موسم التزاوج وامتى بينتهي موسم التزاوج. طبعا اخواتي لما تلاقي انت عندك الطير فايت بالقليش، قلت لك انا اول شيء اقدم له حوض السباحة الاستحمام، ثاني شيء عندك التغذية، تقدم له البروكلي من التفاح من الجزر من البيض المسلوق من الباتي و الى اخره. منكم اخواتي ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو او من هذا الدرس، والكل صار يعرف هلا كيف انت بتعرف طيورك اذا فاتها بالقليش ولا لا. طبعا بتمنى التوفيق للجميع، ما تنسوا دعمنا، بارك الله فيكم اخواتي، والسلام عليكم.